ليه قاعد لوحدك؟ ابنك عامل ايه؟ كويس. هي لو الاء ما كانتش شافتك كنتش عارف اوصل لك؟ انت ليه ما بتردش عليا؟ ايدك بس كده وسيبيني لوحدي. لا. هو انت ما تسمعيش؟ بقولك سيبيني لوحدي، خلي بقى في شويه دم. بوبي انا نفسي سيجي اتفرج على وانا بتمرن. انت كل مره بتقولي حاضر. لا يا يوسف ما تخافش، المره دي انا هاجي معاك بجد وهجيب جول كمان. انتوا هتفضلوا زعلانين من بعض انت ومامي كده؟ يلا يا يوسف عشان ما تتأخرش. عايزك تخلي بالك من نفسك. حاضر.